من اشهر الحاجات في الصين هو تعمل مساج. حابب اقول لكم التجربه دي مختلفه جدا، وانا واخد موافقه كل الناس اللي متصوره في الفيديو، فالفيديو هيعجبكم جدا. انا مش عارف انا بعمل ايه بس الموضوع حلو. حاليا بعد ماشي حرفيا 7 أيام أو 9 أيام نوريكم المساج اللي بيتعمل هناك، لان الدنيا خلاص الرجل خلاص ما بقتش قادره تمشي من 9 أيام لف فيديوهات اكتر. هنا في الصين ما ينفعش تيجي الا لما تعمل مساج قبل ما تمشي، ما ينفعش. مساج عندهم هنا في كل حته، انا شفته جسم ورجل وكل حاجه، بس احنا دلوقتي رايحين نعمل مساج للرجل بس. فتعالوا نشوفوا التجربه دي عامله ازاي ومثيره ازاي. اكتر حاجه هنا ممكن تلاحظوها الاشارات، الاشارات كله واقف هنا يمين وشمال، مارك حتى واقف مستنيين يتفتح. فتحت تلاقي بقى ايه، كله ماشي، كله ماشي مع بعضه اهو، وده كله داخل فيك. حابب بس اقول لكم ان الموتورز هنا او الموتوسيكلات بتعتبر زي الانسان، هي ماشيه مع الانسان في كل حته، على الرصيف ومع الاشاره، مالهاش دعوه بالارض، هي حرفيا كالانسان. احنا دلوقتي هنكسر اشاره بس تعملوا زينا اللي همشي. بص بص زي الانسان بالظبط بيكسر عادي، هم كمان كسروا معانا. المساج ممكن نخش فوت مساج. هلو ني هاو تكييف ايه؟ هاو ماتش فور وان بيرسون؟ ايوه ده عنده مني بالعربي، عربي كمان بس. اوكي ايه ده الاسعار دي؟ ماشي حلو مش وحش. اه مش وحش. بص ملح افرك، بيفرك ملح على رجلك. ايه ملح افرك دي؟ بيفرك ملح على رجلك. بدي كيلو. اوكي ماشي. بدي كيلو تدليك قدمين حمام ب 120 يعني دمويه وتحسين. ما ترجموش حاجه من جوجل ترانسليشن، ما ترجموش. وات ذيس؟ خباك بيختلف برضه في الوقت. خليها 70 دقيقة حلو. خليها 70 اه، بس ممكن نخرج الزنجبيل ولا ناخد الشيح ولا ناخد الشقك الصامل. انت حاسسني بتقول لي حاجات انا عارفها. وات ذا ديفرنت بتوين ذيس اند ذيس؟ ذيس وات ذا ديفرنت؟ ذا ديفرنت. وات دو يو هاف انجلش؟ انجلش انجلش. ذيس اي هاف انجلش؟ انجليزي انجلش. اه ايوه كده اديني افهمها. خد دي بقى ماشي، عشان مترجم ده غلط اصلا. جودا ساي جراس جودا. اوكي ساي جراس جودا. اوكي مساج باك. ماشي ماشي بودي كير باك مساج. انا كنت عايز اعمل رجلي بس عم تشوف. شوف بالله عليك بس عايزين خدمه كويسه. جودا نايس. اوكي اجي اجي. يا يا حبيب قلبي. ايه انا يا اخي عربي. ايه ده احكي عربي. تعلم فين عربي؟ انا متعلم فين عربي؟ انا في شمال الصين بس كنا هنا قاعد هنا عايش في هنا كون. انت منين اصلا؟ من شمال الصين. الصين اوكي. شمال الصين؟ ايه اه احنا ناس اوكي. احنا ممكن نفتح مكتب هنا. مكتب اوكي. عندك مكتب؟ مكتب ايه؟ مكتب الشحن العراقي. خد بقى اول حاجه اجي. لا اجي ماكو. انا ورقه بساعد عراق اللي هيجي لي اجيب لك الحاجات دي بقى. ما تقولش لا. ها اقعد ساكت واحط رجلك. هو عملها قبل كده؟ انا اول مره. دي ميه. اوكي بص شايف منظر الرجل كده؟ معفنة بص بس بس خلص من كتر المشي حسن. 9 أيام. بص 9 أيام صباع رجلي اتقطع. كبس كبس. هاي وجالكو المية. اوكي نحط رجل بقى. اوف تلجة جامد. اه بتحط لك المنبه وبتقول لك ايه انت ليك ليك 70 دقيقة بتفكرني بحاجات تانية. 70 دقيقة. ويحط لك هنا معلم 70 دقيقة. ده بيطبل هناك. بتعدي نفسك بقى الناحية دي. اوف. و... ماشي. وتقعد بقى تكبس لك كده. خطوات بصراحة جميلة أول مرة آخدها. قبل كده في مصر لما كنت بعمل حلقة كانت غريبة. ده أول مرة أعملها. أيوة هي طالعة طالعة. طالعة هي طالعة. ايه؟ الناس بتعمل عندهم بكثرة ان هم بيمسكوا موبايلات كتيرة قوي فتلاقيه متعودين على مساج بقى عشان رقبتهم. موضوع صعب. لو تفتكر الموضوع سهل فهو صعب جدا. كيمبيتو كيمبيتو كيمبيتو. حاجة اسمين دي حلوة قوي. حاجة عبد اللي عند مارك خلاص زي من ايده بيعمله كتفه. اضرب يا باشا. اديله. لا ست ناشفة. ست جودة. جود. لسه هتلعب في ايدك وهتلعب في رجلك. ماشي. طب استني بقى. يلا. انا مش عارف انا بعمل ايه بس الموضوع حلو. طب اشمعنى ما نمشي كده زي مارك؟ خلاص يا استاذ. يا استاذ يا كفايه. السي ورجودة. بعد ايه؟ لا ابوه. على ابوه. هنا العربي هنا اسمه على ابوه. بتعود انا عادي. هي بتقرص بضوافر وانا مش قادر. دي مرحله جديده. مرحله جديده وعادي. يلا انا معاك اهو. يلا اهو. لا ممكن نروح. كل الاسواق اللي في العالم. خلصنا اول مرحله نخش على تاني مرحله. يلا مفيش صابونه.
كيمبيتو كيمبيتو لا لا جودة 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 اوه شت شت يا تيك كير نظف الاول من جوه جودة في مصر؟ اه انا حلاق بنفس التقنية دي؟ اه بقى دلوقتي تعمل فيديو جودة تنزل حاجات ايوه ايوه بس هي تنزل ميه بقى هو جلد ميت اصلا انت من ايه انتوا يا اتس اوكي اتس ووتر راحت بال راحت بال هو تقريبا رجل مارك عماله تطلع حاجات وانا رجلي ما طلعتش اي حاجه في كريم كده بتعمل خلاص يا دلوقتي بيحصل مساج جوده جوده بيحصل مساج في رجلي انا تقريبا كده خلصت وقتي قال لي اكتر منك على فكره نور نو 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 تعويره حبيبي ايه عيب في رجل مارك في حاجه غلط حاسس بس بالروح قبل الدكتور ما بيظبطها لك يا عم ايه بتتكلم ضحك علينا ايه بتضحك يا ولد جودة واوا واوا اوحش حاجه هو ما بيتكلموش انجليزي خالص دي اوحش حاجه يعني مفيش لغه تواصل بيظبط لهم عبيد ده عبيد ده اي شت شت راح يعني عندي تضرب جامد قوي ده اللي في كل حته في جسمك كنت تفتكروا ان التصوير ويرد شويه بس تجربه اوه شت توقع توقع شايفه يا ماما الشاشه حط هنا بقى حاجه زي كريم كده ملح يا اسطى ملح ايه الملح الغريب ده بص هو كيف تطبخ الفراخ زي كريم او ملح عشان عارف ولا عارف لك مستريه اه تصدق تقيل قوي دي متهيألي دي اخر مرحله في ناس بقى بتعمل حاجه زي دي ده عامل ايه ده القطنه شلها حساب يكرم المرأة ويهان توقع كم 70 70 احنا المفروض كان حسابنا كام اللي 100 ولا مش 100 196 انا بقول لك لسه اوكي 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 انا ما سهلش 70 دقيقه 92 كلهم بيبصوا عليا مستغربين نيهاو نيها ما فاضش يا ابني حيوان عسل والله انا اللي بشبش بص بقى كلهم دلوقتي هيسلموا علينا يا باي الله عليك السلام عليكم السلام يلا بينا تعال كده بقى وانتهينا وعملنا رجلينا حاسس رجلي صراحة نظيفة جدا وحلوة قوي صراحة كنا محتاجين بجد وانا انبسطت التجربة كانت حلوة عايز اخر فيديو تعمل لايك تبقى تكتب كومنت سلام